السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي وعليكم حضرتك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. منور حضرتك، والله أنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة معاكم النهاردة في البرنامج ده. إحنا اللي مبسوطين بيكي وفخورين بيكي جدا، أكيد برضو أهلك ومنطقتك واللي حواليك كلهم فخورين بيكي، بس عايز أعرف منك في البداية إيه الحافز اللي مخليكي تعملي كل ده؟ يعني ما شاء الله عليكي في الجوائز كحفظ قرآن، بعد كده حفظ القرآن بالعشر قراءات، بعد كده حفظك للأحاديث النبوية، بعد كده قراية 6000 كتاب و1000 بيت شعر، يعني إيه الدافع اللي يخلي عندك الطاقة إن أنت تعملي كل ده؟ أهلي والدي ووالدتي كانوا دايما بيشجعوني وبيحسسوني على العلم والمعرفة وكده، وبعدين أنا بدأت أحب الموضوع ده بنفسي لما وصلت مثلا حوالي 7 سنين. بدأت أحب الموضوع ده بنفسي وبدأت أكثر إن أنا مش عايزة أوقف، بس لحد دلوقتي بدأت بقيت مستقلة بحفظ. يعني هما في الأول كانوا بدأوا يحفظوني حاجات كتير جدا، طبعا والدتي اللي حفظتني القرآن، وبعدين والدي دور لي على الشيوخ وحاجات عشان أكمل بالعشرة. وبعدين بدأت أحفظ قراءات تانية طبعا اللي هما العشر قراءات الصغرى، وإن شاء الله هكمل العشرة الكبرى كمان. بالإضافة لأنه بعدين بدأت أدخل في المتون العلمية بقى، المتون الفقهية، المتون التفسير، الحاجات دي، لأن الواحد دلوقتي في الفترة الزمنية اللي احنا فيها محتاج يبقى عنده قصة دينية ثابتة عشان يقدر يقف عليها ويقدر يسد الناس اللي ما عندهمش القصة الدينية دي كمان، انهم يقدروا يثبتوا هم الثانيين. بعدين دخلت بقى في موضوع الشعر العربي وكده، سواء ابيات في متون علمية او ابيات عادية من اشعار العرب. يعني حفظت الحمد لله حوالي 7000 بيت والحديث النبوي الشريف كمان ما شاء الله. طيب يا فاطمة، يعني بس بسم الله ما شاء الله، يعني انت اتكلمتي كمان انك درستي، بدأتي تدرسي في العقيدة وفي الشريعة، دي حاجات ما شاء الله بتاعت ناس بتاعت فقه بقى، يعني خلاص هو دخل الكلية وتخصص خلاص اتخصص بقى ان هو يبقى في الازهر مثلا او يكون مثلا داعية او اي حاجة. طيب دي من الحاجات العظيمة جدا، كل حاجة عملتيها وكل خطوة بصراحة يعني تشرف ربنا كده، يا رب يجعلها في ميزان حسناتك. خليني برضو اروح معاكي، انت بدأتي تعلمي تقريبا حوالي 200 طفل حفظ القرآن. يعني قولي بقى الموضوع ده بدأ معاكي ازاي؟ يعني هل مثلا جت مثلا بالصدفه؟ لا، وفي سن قد ايه؟ عشان دي تفرق جدا. بالظبط، يعني في سن قد ايه، وانت كمان جت معاكي بالصدفه من انك مثلا اتشهرتي انك محققه كل الانجازات دي، يعني قولي لي التفاصيل اكتر. بدأت الاول لما كان عندي 9 سنين، كنت شغاله مساعد معلم. حلو، 9 سنين. كنت معلم كامل، مساعد معلم، يعني المعلم مش موجود، انا اعلم بتاعي، كنت في الحرم النبوي الشريف. وبعدين بدات انه انا لما جيت مصر هنا الصف السادس الابتدائي، الشهاده الابتدائيه، الحمد لله ذاكرت فيها وحصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه، مطبوع 100%. ما شاء الله، معانا اهو معروض على الشاشه، يعني كل الشهادات ما شاء الله وانت بتتكلمي الحاجات معروضه معانا على الشاشه، اتفضلي كملي. بدات انه انا اعلم الاطفال التانيين، قلت طب انا اتعلمت حاجه، ايه لازمتها لو اتعلمتها وفضلت جوايا؟ يعني